49 غتبدا فيها اليونيس 3 اللي هي على ميديا اللي هي ديال وسائل الاعلام. وسائل الاعلام ملي تنهضروا عليها تنهضروا عليها كامله، يعني وسائل الاعلام المرئيه والمقروءه وايضا المسموعه. طيب فهم اذا هنايا قالوا لنا هاو دو وي جيت انفورميشن، هاو دو وي جيت انفورميشن، كيفاش نحصلوا على المعلومات، وهاو دو وي فايند اوت اباوت ذا وورلد، وكيفاش تنعرفوا اخر المستجدات في العالم. واش مفهوم؟ لوك ات ذا بيكتشرز، لوك ات ذا بيكتشرز بيلو، ها هما، اند رايت ذير كورسبوندين ووردز فروم ذا فولوين ليست: تلفزيون، سينما، بريس اند انترنت. اذا هنا راها بريس اللي هي كل ما هو من وسائل الاعلام يعني المكتوبه والمقروءه يعني الجرائد والمجلات الى اخره، سينما هي السينما، ذا انترنت هو هذا، هما دايرينه على شكل ويب، على شكل شبكه، بحال هادشي علاش نسميوه الشبكه العنكبوتيه، ثم التلفزيون اللي هو التلفازه. قال لك ويتش اوف ذم، واحد شكون فيهم دو يو يوز موست اوفتن، شكون فيهم اللي تستعمل بزاف. انا تنظن حتى نتوما تكونوا في حالي اي اوفتن يوز ذا انترنت تو جيت انفورميشن، دابا الاغلبيه تستعملوا الانترنت. ويتش دو يو يوز ذا ليست اند واي، شكون فيهم اللي تستعملها قليل. مثلا قلت انا اي ريرلي يوز برينتد بريس، هاد البريس هادي بيكوز اي ثينك ات بيلونجز تو ذا باست، جرائد والمجلات انا تنظن بانها صافي ولات من الماضي. علاش؟ لان حتى دابا الا بغيتي تقرا شي جريده ولا شي مجله يمكن لك تلقاها في الانترنت وفابور بلا ما تشريها بلا والو. With a partner, read the following list of words, then work in pairs and copy them in the appropriate column. إذا هنايا ها هما عندنا واحد المجموعة من الكلمات، أنا كتبتهم لكم بالعربية وأنا غنحاول نشرحهم لكم مزيان باش تفهموا كل حاجة شنو تتعني، وعاد ديك الساعة غادي نرتبوهم هنايا اللي تتنتمي للسينما، تلفزيون، بريس ولا إنترنت. توك شو، توك شوز هما البرامج الحوارية اللي غالبا تيتبعو فيها شي شخص أو مختص في مجال ما، وتيكون تيديروا معاه برنامج حواري. حوار دوكيومنتري هو الوثائقيات، كورسباندنت هما المراسلين في الغالب اللي تيكونوا عند الناس ديال الاخبار، سيرفين هو تصفح النت، واخا هو السيرف في الاصل هو ركوب الامواج ولكن حنا ولينا تنستعملوها بزاف بالنسبه لتصفح النت. ملي تكون نتايا مكونيكتي بالدارجه راك نتايا يو ار سيرفين اون ذا نت. ايميل راه معروف، الكترونيك ميل. ديركتور هو المخرج السينمائي، ديركتور. اكتر ممثل. هيدلاينز هما العناوين اللي تيكونوا في المجلات ولا في نيوز بيبرز في الجرائد. الجريده دائما في الصفحه الاولى تيكونوا فيها واحد الهيدلاينز، تيكونوا فيها واحد العناوين كبيره، من الاحسن انك تقراهم عاد تعرف واش يمكن لك تشري الجريده ولا لا. سكريبت هو السيناريو، واخا ماشي غير سيناريو ولكن هنا احنا هنا تنهضروا على السيناريو اللي هو في الاول. مثلا بغينا نصاوب واحد الفيلم، تيكون عندنا في الاول قصه، وهذيك القصه خصها تولي سيناريو، يعني تولي حوار. اديتر هو المحرر، كاميرامان هو السيد مول الكاميرا، تابلويد هما الصحف الشعبيه، سيريال مسلسلات، ويذر فوركاست هي النشره الجويه، ارتيكل مقالات اللي تيكونوا في الجورنال في الغالب، اديتوريال كالم هما عمود تحرير. هذاك السيد تيكون دائما مثلا ملي تشري واحد الجريده تتلقى فيها واحد اديتوريال كالم، واحد العمود ديال المحرر هو اللي تيكتبو. فرونت بيج هي الصفحه الاماميه، هوم بيج هما الصفحات الرئيسيه اللي تيكونوا في الانترنت، اودينس هما الجمهور، فيورز هما المشاهدون غالبا تتكون عندها علاقه في الانترنت، ويب سايتس مواقع الكترونيه، سيرش انجين هما المحركات ديال البحث بحال جوجل مثلا، راه هو محرك بحث، تعطيه واحد الكلمه ولا مجموعه من الكلمات وهو تيعطيك الويب سايت اللي هو السيت ويب اللي يمكن لك تلقى فيهم داك الشيء اللي تتقلب عليه. جورناليست صحفي، سيت كوم هما مسلسلات كوميديا، بريزنتر هو مقدم برامج، ابيسود حلقه ولا حلقه، ايشيو قضيه من القضايا، سيرفر هو المتصفح، ويب بيج هي الصفحه من الويب من الانترنت، وبلوغين هما التدوين المدونين الى اخره. اذا حنا هنايا حنا درت لكم واخا بزاف منهم غادي يكونوا تنتميو لاكثر من 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 فئه معينه، ولكن احنا درناهم ناخذوا مثلا نقولوا حنا السيرفين راه عندها علاقه بالانترنت، الكاميرامان تيكون غالبا عنده علاقه بالسينما، المسلسلات راهم كاينين في التلفازه الى اخره الى اخره. صافي
ثم عندنا fill in the blanks with the word from the list in activity B. I saw a very important documentary about lions yesterday evening. تفرجت في واحد دوكيومنتير يعني واحد فيلم وثائقي على الأسود. Before you buy a newspaper قبل ما تشري واحد الجريدة you have to read the headlines قبل ما تشري تشوف بعد هذوك العناوين الكبرى واش نتايا مهتم بهم ولا لا. I want to send a few emails بغيت نصيفط واحد الرسائل إلكترونية but there is no internet connection ولكن ما كايناش لا كونيكسيون. In Morocco في المغرب most TV audience watch the 1 o'clock news. شحال هذيك كنا بزاف تنتفرجوا في ديك الاخبار يعني اودينس هما الجمهور most TV audience هما الجمهور بزاف ديال التلفازه تيتفرج في الاخبار ديال الوحده. My dream is to be a television correspondent. هاد السيد هذا الحلم ديالو هو انه يولي مراسل. علاش؟ It's very exciting and you have opportunities to travel around the world. وتيعطيك هذا واحد الفرصه انك تسارع العالم باسره.